الحديث اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي في منطقة الخليج إلا عن بطولة كأس الخليج لكرة القدم. البطولة الأهم في المنطقة تنطلق اليوم في الكويت في نسختها 23 كما تظهر في هذه الصورة. المباراة الافتتاحية للبطولة ستنطلق بعد دقائق قليلة بين المنتخب الكويتي المستضيف والمنتخب السعودي، ثم تليها مباراة المنتخب العماني مع المنتخب الإماراتي على استاد جابر الدولي في الساعة 6 بتوقيت غرينتش، والخليجيون يتأهبون لمتابعة افتتاح هذه المباريات. طبعا تعد كأس الخليج العربي لكرة القدم إحدى أهم البطولات في المنطقة، حيث تتنافس منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي الكويت، السعودية، وعمان، والإمارات، وقطر، والبحرين، بالإضافة إلى منتخبي العراق واليمن. من بين مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم كان هذا المقطع للمنسق الإعلامي الكويتي وهو يردد النشيد الوطني القطري خلال تقديمه للمؤتمر الصحفي للمنتخب القطري. وكما نعلم فإن هذه البطولة كان من المقرر لها أن تقام في الدوحة في قطر قبل أن تقرر السعودية والبحرين والإمارات قطع العلاقات مع قطر. نستمع. قسما بمن رفع السماء، قسما بمن نشر الضياء، قطر ستبقى حرة تسمو بروح الأوفياء. هذه كلمات من نشيد الوطني القطري اللي أرحب فيها بإخواني المنتخب القطري الشقيق. في البداية المدرب القطري، مدرب منتخب قطر، المدرب فليكس سانشيز، قائد المنتخب الكابتن حسن الهيدوس، والاستاذ المسؤول الاعلامي علي صلات، حياكم الله واحييكم اخواني الاعلاميين الموجودين معنا.